الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المروحة اللي معانا دي يا جماعة مشكلتها إن هي ما بتلتفتش يمين وشمال، بمعنى إن هي الريش بتدور بس هي ما بتلتفتش يمين ولا شمال. أهو كده زي ما إحنا شايفين شغالة أهي، بس لما بتيجي تلف شمال ويمين بتطقطق. أهو كده، بص كده لفت أوه. طبعا دي بسبب الدربوكه اللي بره دي، بسبب مجموعه التروس اللي هي من ورا دي. التروس دي متاكله في اكس المجموعه دي زي دي كده، ده نوع توشيبا. في اكس اهو ما بيوصلش للترس ده، فما بيخليش يلف يمين وشمال. زي ما احنا شايفين آلية الحكاية دي انها تلف شمال ويمين، ان في اكس المروحة اللي هو ملفوف عليه الريشة دي واصل لحد العلبة هنا اهو، وبيخلي الترس اللي مستعرض دوت يلف كده يلف كده، نتيجة ان هو الاكس اهو اللي هو جاي من المروحة اللي هو شال الريشة اهو هنا، في برضه هنا سنون بتخلي ده يلف. اثناء ما ده بيلف كده بيلف ده معاه، بيلف الاكس دوت، الاكس ده بيجي هنا كده كده اهو، ويروح خلي ده لافف يخلي الترس ده يلف. الدرس ده في بنز او مسمار معمول بدراع اهو، طبعا المسمار مش محطوط في المحور، في وسط لا، محطوط على جنبه، فنتيجه ان هو محطوط على جنبه والناحيه التانيه ثابته بمسمار اللي هو الدراع ده، فبيلف شمال ويمين. فطبعا المجموعة ديك زي ما احنا شايفين كده بايظة، الترس يا جماعة ملخلخ في بوش، سواء هو في بوش او الوش اللي محطوط عليه ده بايظ، بمعنى ان هو وسع، فمخلي الترس ده مخلي الترس ده هو من تحت بعيد عن الترس اللي تحت، فما بيخليهوش يلف. هنفكه كده من جوه ونشوفه من جوه حالته ايه. في مجموعه من المسمارين بس رابطينهم يا جماعه اهو، هنفكهم ونشوف ايه الحكايه ونشوف ايه اللي فيهم اهو كده. افكها وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اهو، فكينا المسمارين وهنفك الوش ده. طبعا احنا كده شايلين الكهرباء اهي، وهنشيله كده اهو، ونبص ونخلع الترس اهو كده بالراحة اهو يا جماعة، زي ما احنا شايفين اهو اهو اهو، زي ما احنا شايفين الترس اللي انا قلت عليه اللي هو ده. بس انا لاحظت حاجة، ان الترس ده برضو فيه تقويسة، فاحنا هنشيله متاكل شوية من نص كده اهو، فطبعا احنا هنشيله كله طبعا من الداخل، فيه نخلي بالنا منهم، فيه رمان بيلي ادي واحده اهي، رمان بيلي وادي الثانيه، وبينهم سوسته، عشان اول ما ينزل الاكس ده يعشق هنا هو من داخل الترس ده. نفكهم كده اهي يا جماعه، فكيناهم كده اهو، بص طلعنا الترس اهو، شايفين الترس كده اهو، وادي التاني طبعا ده اهو، في رمان بيلي طلع اهو نتيجة ان انا فكيته رمانتين بيلي، وفيه سوستة اهي خلعناها برضو اهي، السوستة اهي يا جماعة اللي ماسكها بايدي دي اهو، فيه اهو. فطبعا هنجيب الجديد اهو، وادي ادي اهو وادي الترس الجديد. طبعا نحط الاول الرمان بيلي ادي واحده اهي، وهنحطها كده في الفافش الفاتحه اهي يا جماعه، ونحط الثانيه، ونحط السوسته، نحط السوسته عليها كده اهو اهي يا جماعه
معلش في واحدة وقعت هشوفها اهو يا جماعة. حطينا البيل، رمان البيل اهو، رمان البيل، واحدة هنا واحدة من تحت، وبينهم السوستة اهو كده. يبقى في رمان بلية هنا ورمانة بلية هنا وبينهم السوستة. هنجيب الترس التاني ده كده يا جماعة ونحاول نحطه كده، بس نخلي بالنا عشان البلية ما يقعش اهو كده. اهو حطينا رمان البيل علشان ما يقعش اهو، ونرجع تاني وناخد حتة ايه، في شحم هنا في المكنة كتير، ناخد حتة ونحاول نشحمها من الداخل كده وعلى التروس اهو اهو، ونعيد توزيع الشحم اهو، لان الشحم جه في حتة واحدة اهو يا جماعة كده اهو. الشحم حلو وكويس برضه، من تحت كده نحاول نحط له ايه برضه حتة شحم اهو كده يا جماعة اهو اهو اهو، ونحط ايه تاني ايه كده اهو. معلش بقى ايه، اشوف حاجة امسح ايدي اهو كده. احنا ركبناها اهو، نحاول ايه نرجع بقى تاني الغطا ونشوف، عشان نشوف النتيجة هتشتغل ولا في مشكلة تانية اهو. نجيب المسامير اهو يا جماعة كده، ونربط المسامير بعد ما عملناها اهو. اهو يا جماعة اكمل ربطها وارجع لكم. خلاص يا جماعة كده اهو، نجرب بقى ركبتها اهي، وتأكدنا من كل حاجة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف كده يا جماعة. وصلنا لها كهربا اهو يا جماعة، الحمد لله بقت بتلف شمال ويمين، نتيجة ان الترس ذات نفسه او الترس القديم غيرنا مجموعة التروس اللي بايظة اهو، اللي هي دي غيرناها، سواء ده او ده، ممكن يكون الاتنين ده، ممكن يكون هنا ده متاكل من تحت الاكس ده فبيحصل بوش هنا كده، او النوع ايه، او هنا الترس اتاكل، الترس اوس من النص فبيبعد عن الترس اللي من جوه، اللي هو اللي معمول على الاكس بتاع المروحة او البوبينة. والحمد لله اتحلت المشكلة اهي. طبعا الشداد ده هنركبه كده، بس طبعا هنشوف كده برضو بيشد ولا لا. طبعا نوقف كده يا جماعة، معلش عشان برضو نجرب نشوفها بتقف ولا لا. اهو حطينا كده ايه الشداد بتاعها اهو، اللي هو بيخليها طبعا كده، هنشوف كده. طب هنشده كده عشان ايدينا مزفلطه، وتقريبا ده مش ماشي، ده القديم، فانا عامل حسابي برده جبت واحد ايه الجديد يمشي على الترس الجديد، يمشي على الاكس الجديد اهو. طبعا هنا ليه سوسته اهي، هنركبها له اهو يا جماعه كده، ونركبها في الشداد الجديد ده، نركبها في الجديد بره. بس ده جاي طقم واحد يا جماعه اهو. نشد كده بقى ونشوف هتشد معانا ولا لا. اهو كده اتشد اهو اهو، هتشتغل اهو كده، اشتغلت كده. انا شديتها لفوق يعني، ما تلت يعني كده بثبتها. ادوس بقى كده يا جماعه اهو
اهو كده بدأت تلف شمال ويمين. يلا اهو يا جماعه الحمد لله اشتغلت. طبعا هجيب انا الغطا، اجيب الغطا واقفلها. اهو يا جماعه الغطا ده اهو، اقفلها بقى واروح فكك ده واروح مركبه تاني من فوق، عشان ده العلبه مش هنعرف نركبها غير لما يتفك الشداد ده. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.